قبل ما نروح نشوف شو صار معنا أنا وائل بمرماريس نحن وعم نعمل الفلاي بورد، خلينا نروح نشوف حفلة سلطان الطرب جورج وصوف. أنا ومن حمزان وأمل طالب وكتار من الفنانين كنا عم نحضر حفل جورج وصوف، وفعلا فعلا كتير 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 تمتعنا وانبسطنا. فظيع سلطان، تاريخه بيشهد له، يعني بالرغم من انه متعب عليه المشوار لكن هي ميد ات مثل ما بيقولوا. مثل ما بنعرف كلنا انه جورج خسر ابنه وديع، وهذا الشيء كثير صعب، من انه كلنا الله يرحمه والله يقويه، لو حدا غيره اكيد كان خسر مسيرته الفنيه، بس رغم كل هالصعوبات اللي قطع فيها ولا مره انقطع عن جمهوره. صعب انه واحد يفقد عز ما عنده، يعني ابنه بالنهايه، ف وكان قوي، كان اكيد يعني داخله حزن، يعني تحس انه مش مرتاح، لكن مؤمن بالقدر ومؤمن بانه هذا قدر ربي وكمل، وهذا اللي خلاه يعني يستمر ولليوم موجود، وان شاء الله ربي يطول في عمره. جورج وصوف ما بتستاهل إلا كل الخير، شكراً كتير على الحفلة الحلوة، وإن شاء الله بنرجع منشوفك مرة تانية معنا على ستارز أون بورد. أبو ودي حبيب القلب، الله يطول بعمرك، أول مرة على ستارز أون بورد، كيف انطباعاتك بالحفلة؟ حبينه حبيب الله حواليك، حلوين وفكرة حلوة. انت اصحاب مع البحر، خبرني. انا لا بطلع من البحر ولا النهر، وين ما كانوا حبايبي ما في علاقه غريبه مع الحبايب وخصوصا من فلسطين. يا رب ترجع فلسطين، ما كنا في فلسطين يا رب. هذا ضد طلعت فيها من كل الاولاد، هذا قضيه تلبس فيها.